دور الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي وانا مش عايز استفيض في الحديث عن مجلس اداره النادي الاهلي عشان ما يقولكش انت طبيعي جدا ان انت تطلع في قناه الاهلي فتقعد دفع لكن الناس دي بصراحه عملوا شغل محترم قوي الناس دي مشوا بمبادئ النادي الاهلي ما طلعوش وردوا على حد ما طلعوش ان هم يواجهوا كل حاجه بيواجهوها بالقانون وبالسبل القانونيه في الحقيقه وفي الاخر بيردوا من خلال الانجازات انجاز كبير اتحقق وغايب عن النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا انجاز كبير قوي اتحقق من ضمن الازمات اللي واجهها مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين على الكره تحديدا في النادي الاهلي على راسهم الكابتن محمود الخطيب هو رحيل مستر ريني فايلر والاهلي بيحترم التعاقدات والعقد كان يدي الحق لفايلر ان هو ان هو يمشي في اول شهر 10 لكن الرهان هنا على كيفيه معالجه قرار زي ده او كيفيه التعامل مع جزئيه كانت ممكن تاثر على فرقه زي دي فكرت ازاي وهي فعلا كانت مجازفه بس واضح ان هي كانت مجازفه محزو... محسوبه جدا من كابتن محمود الخطيب صاحب فكره التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني ولازم نشكره جدا جدا راجل بشخصيه النادي الاهلي مدرب في مكانه في مكانه ليه عشان جاب دوري ابطال افريقيا كل المدربين بيجيبوا الدوري كل المدربين يجيبوا القاب كتير لكن اللقب الاهم دوري ابطال افريقيا فكان قرار اكثر من رائع من الكابتن محمود الخطيب ومسؤولين عن الكره في النادي الاهلي في التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني راجل قدر ان هو يسعد شعب النادي الاهلي فكل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي كل التحيه والتقدير للجهاز الفني واللاعبين للمنظومه بشكل كامل اللي ساهمت في فوز النادي الاهلي وقبلهم طبعا جمهور النادي الاهلي الجمهور العظيم